مرحبا الكريم متابعينا الكرام اعضاء اللجان الميدانيين والمهتمين والمتابعين بالتنظيم والانطلاق اعلنوا عن دفعه جديده وشوطنا رقم 21 الشوط رقم 21 لفئه الجعدان يتحرك الرامي الى الهدف بشعار بن قحيد بشعار محمد بن راشد بالهول المهيري المركز الثاني هذا غازي هزاع بن مصبح بن سرحان بن سعيد الكعبي هو من يتقدم بالمركز الاول والمركز الثاني اقول الرامي محمد بن راشد بالهول المهيري المركز الثالث المركز الثالث فياتي مرحب محمد بن حمد العويسي قادم مع مرحب قادم مع مرحب يا مرحبا يا مرحبا يا مرحب ومالك مرحب المركز الرابع اقول هني من ياتي اللي هو من حاش سعيد او سيف بن عبيد بن هيل الخاطري هذه النتيجه هذه النتيجه ولكن وين غير 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 عنهم غير صاحبنا غير غير صاحبنا غير يا سلام يا سلام خلاص خلاص ابوي خلاص وين وين ناوي وين ناوي يا غازي وين وين ناوي يا هزاع وين خلاص يا هزاع الافنان يا هزاع الميدان يا فزاع النواميز الله عليه طلع 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 لا مريح راعي نعم انه مريح راعي ومريح المذيع ومريح المشاهد ومريح اللي بيشتريه بعد هذا ها خلوا عيونكم خلوا العين عراعي 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 الناموس شوفوا تابعوا تابعوا قوس المركز الثاني الرامي لمحمد بن راشد بن قحيد المهيري والمركز الثالث اقول هنا من حاسيف بن عبيد الخاطري خلونا المقدمه خلونا يا غازي هزاع بن مصبح بن سرحان الكعبي الله يا الكعبي الله يا الكعبي انا كعبي او فني كعبي او قعودي ايضا في الاول غازي اي غازي يا غازي وانت غازي وانت بلاوي انت انت ابو البلاوي انت الله 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 الميتين متر الأخيرة الميتين متر الأخيرة وغازي راح مع الشوط خشمك يا غازي عطني خشمك وعطيك بوسة عطني خشمك تستاهل تستاهل والله من يحط لك الزعفران حطوا للزعفران كرموا بالزعفران يستاهل ما شاء الله تبارك يستاهل الكعبي يستاهل الكعبي الزعفران الكعبي يستاهل روحه حطوا على خشم الكعبي الزعفران وعلى غازي الزعفران يستاهل يستاهل هزاع بن مصبح بن سرحان الكعبي المركز الثاني